بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية للمتابعين، تحية لعشاق الأصالة في انطلاق هذا المساء وهذا اليوم المخصص لسن الكبار في ختام أسبوعنا الخاص بسن الكبار في مجمل أسابيع المنافسات على أرضية هذا الميدان. على بركة الله أعطيت الانطلاقة الأولى لأول الأشواط، وهو الشوط الخاص بالحول المحليات الأصايل الذي يندفع في هذه اللحظة مبشرا ببداية المنافسة والتحدي في مساء الإثارة على أرضية هذا الميدان. مع هذه البداية مشاهدينا متابعينا الكرام محبي الأصالة وعشاقها ومن يتابع كل التحديات، نتشرف هنا في هذه اللحظة في هذا الميدان بالحضور والتشريف والمتابعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، الذي يتابع هذه الانطلاقة ترقص هنا مستمتعة بهذا الجو التنافسي المميز، بهذه اللحظات الجميلة المميزة التي أعلنت وجود بينونة على المقدمة والصدارة الوثبة ليها في المركز الثاني، أيضا لهجن الرئاسة، وفي المركز الثالث الشايب الهجن العاصفة في هذا الأداء الجميل والمؤكد هذه اللحظات. الله 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 يا مشاهدين، يا متابعين، يا مراقبين، تابعوا تابعوا انطلاقات هذه اللحظات. هذا الأسبوع الكبير، أسبوع الكبار بالفعل، أسبوع التحدي بالفعل، أسبوع التنافس بالفعل، ما شاء الله وتبارك الله، منافسة وقتال حتى الرمق الأخير مع اللحظات الأخيرة. بينونة أيضا قائدة هذا الشوط والانطلاقة والتحديات التي تعلن هذا المسار وتعلن هذه الانطلاقة المبكرة التي بدأت تسجل انطلاقات هذه الرياضة. الله، هجن الرئاسة هنا تعلن تواجدها في الشوط الأول، التهنئة والناموس لهجن الرئاسة على هذه الانطلاقة الأولى التي تؤكد ما شاء الله الاستعداد القوي للموسم الجديد، للموسم القادم والحافل بالإثارة والتحديات. شكرا ظافر المضمرين علي بن إيمي اللوهيبي، وهي في المركز الأول بينونه. المركز الثاني الوثبة، في المركز الثاني لهجن الرئاسة، المركز الثالث بلورة، في المركز الثالث بلورة لهجن العصر، المركز الرابع شايبة لهجن العصر، المركز الخامس مشكورة لهجن الرئاسة. اثنعشر دقيقة 47 ثانية وسبعة من الأجزاء من الثانية. الله، غرد اللي بتغرد وتابع ايضا مع هذه اللحظة. اذا هجن الرئاسة مع الشوط الاول وبينونة، ايضا شكرا علي بن ايمي اللوهيبي، ايضا اوصل الوثبة ثانيا 12 دقيقة 50 ثانية، ستة من الاجزاء من الثواني. تهنئة والناموس لهجن الرئاسة، وتهنئتنا لعلي بن ايمي اللوهيبي المركز الثالث. كانت تحديات الانطلاقة القادمة من بلورة، التهنئة والناموس لهجن العاصفة، والتهنئة لحمد بن راشد بن غدير 12 دقيقة